النشرة الرئيسية عبر قناة الاقتصادية الأولى نستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ينصب اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية. الجزائر تحصي 15,000 حالة سرطان الثدي سنوياً. تتابعون أيضاً بن جامع يعرب عن تضامن الجزائر الكامل مع أنطونيو غوتيريش. بداية، نصب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية، ويترأس اللجنة وزير الداخلية والجماعات المحلية الأسبق والأمين العام لرئاسة الجمهورية عبد الله منجي بالإضافة إلى 30 عضوا من هيئات مختلفة. تقرير هاجر حاشي. رئيس الجمهورية ينصب اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية، اللجنة المكونة من 30 عضوا على رأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية الأسبق تحو ولد قابلية وعبد الله منجي الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى 5 أعضاء بكل من المجلس الأمة، المجلس الشعبي الوطني، ولاة ورؤساء مجالس بلدية ومديرين تقنيين للولايات. ومن المقرر أن تبدأ اللجنة عملها فور تنصيبها، حيث ستتولى دراسة ومراجعة المشروعين بهدف تعزيز كفاءة المؤسسات المحلية ودعم دورها في تحقيق التنمية ومواجهة التحديات الحالية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحديث الإطار القانوني لتسيير الشؤون المحلية بما يتماشى مع التحولات الراهنة ويدعم التنمية المحلية المستدامة، بالإضافة إلى تصحيح اختلالات القانون لمواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية. كما ترمي المشاريع الجديدة لقانوني البلدية والولاية إلى إصلاح النظام الضريبي والمالي لفائدة الجماعات المحلية بهدف منحها موارد تمكنها من تعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي. أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة ووزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني على افتتاح المعرض الوطني للخضر والفواكه بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، حيث شارك أكثر من 160 عارضا من مختلف شعب الخضر والفواكه ومن كل ولايات الوطن. عبد الرزاق ديني. بمشاركة أزيد من 160 فلاحا وبإشراف وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة ووزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، تم افتتاح المعرض الوطني للخضر والفواكه بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة بهدف تعريف بالقدرات الانتاجية للبلاد وتوفير فضاء للتبادل والتفاعل بين مختلف الفاعلين في المجال. وأكد وزير الفلاحة أنه قد تم وضع مخطط وطني للوصول للاكتفاء الذاتي انطلاقا من العام المقبل في كل المواد التي يحتاجها المواطن الجزائري. وضعنا هذا العام مخطط سنوي، مخطط وطني للزراعة استراتيجية باش نوصل لاكتفاء ذاتي، لا مش إلى يعني في الخضروات وحتى في الحبوب وفي البقول الجافة أو في النباتات الزيتية أو في النباتات السكرية، بنوصل لاكتفاء ذاتي انطلاق من سنة 2025 بما يخص القمح اللين، انطلاق من 2026 بما يخص الشعير، وسنويا حتى نوصل لاكتفاء ذاتي في كل يعني المواد الفلاحية اللي يحتاجها المواطن. وأوضح وزير التجارة أن المعرض الأول من نوعه هو تجسيد لسياسة الدولة ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون فيما يخص الدعم الفلاحي، مشيرا إلى الجودة التي يتمتع بها المنتوج المحلي والتي تؤهله للاستيراد. المعرض الأول من نوعه تقريبا للترويج للمنتجات الفلاحية ومن خلالها لسياسة الدولة وسياسة السيد رئيس الجمهورية فيما يخص الدعم الفلاحي. اليوم شفنا وقفنا مع وفد من السكة الدبلوماسي على جودة وتنافسية المنتوج الوطني، يعني نقدر نتكلم اليوم على تنافسية المنتوج الوطني بأنه ذا جودة عالية يتوفر على كل الشروط اللي تخليه يكون على المستوى الدولي ويقدر يصدر بكل أريحية لإخواننا المنتجين أو حتى لإخواننا المصدرين. وأثنى العارضون على الدعم الذي يحظى به الفلاح من طرف الدولة والذي تكلل بوفرة الإنتاج هذا العام.
يخدموا الحق، رانا نخدموا في كل ميدان. اليوم الحق ما عندناش صعوبات على كل حال، الدولة راهي تساهم في اللي في وراج، تساهم في التدعيم. اليوم رانا متواجدين بالمعرض الوطني للخضر والفواكه. احنا هذا عندنا هنا جناح الفواكه، جبنا التفاح واللي تمتاز به الولايه نتاعنا في يعني بعده اصناف وعده انواع من التفاح. والسنة عندنا انتاج كبير ربما يفوت 1600 ألف قنطار ان شاء الله السنه تفوت. القطاع الفلاحي في الجزائر قطاع استراتيجي وركيزة متينة في الاقتصاد الوطني، حيث يساهم بنسبة 18% من الناتج الداخلي الخام بفضل دعم السلطات العليا للقطاع وتحكم المنتجين في تقنية الإنتاج والتطوير. قام وزير النقل محمد الحبيب زهان اليوم بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية تندوف للوقوف على وضعية القطاع، كما استمع السيد الوزير إلى انشغالات بعض المسافرين والمتعاملين أصحاب المهنة بالمحطة، أين استحسن معظمهم الخدمات المقدمة أو المقدم بها، كما دعا السيد الوزير إلى العمل على توفير جميع المرافق الضرورية لراحة المسافرين وتكثيف الجهود لضمان راحتهم وسلامتهم. هذا وأسدى الوزير تعليماته بضرورة الإسراع في وتيرة الأشغال من أجل استلامه واستغلاله في التصدير نحو دول الجوار، مؤكدا على أهميته في تعزيز الحركة التجارية باعتباره مكسبا هاما لهذه الولاية. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بيداري خلال إشرافه على افتتاح فعاليات اللقاء الوطني الأول للجمعيات الرياضية الجامعية بمقر الوزارة عن ترسيم 11 ديسمبر يوما وطنيا للرياضة الجامعية. التغطية لمستشبحي. مكانة مهمة تحظى بها الرياضات الجامعية من طرف السلطات العليا، حيث تم افتتاح لقاء وطني يعد الأول من نوعه للجمعيات الرياضية الجامعية، بهدف ربط جسور التواصل بين الجمعيات الرياضية الجامعية ومختلف الرابطات والمنافسات الرسمية. اليوم ستدرسون اقتراح أن يكون كل 11 ديسمبر من كل سنة يوم الرياضة الجامعية، يحتفل به بمختلف النشاطات الرياضية في مختلف المؤسسات الجامعية. كما تسعى مصالح القطاع إلى عقد اتفاقية مع وزارة الشباب والرياضة بغية الحصول على التمويل اللازم وكذا استغلال المرافق التي تنقص مصالح الخدمات الجامعية. الخدمات الجامعية ليس لديها مرفق مثلا للسباحة. احنا نطمح في اتفاقية اطار مع مديرية الشباب والرياضة لاستغلال المسابح النصف اولمبية، من خلالها نستطيع ان نشكل فرق تسدد مديرية الخدمات الجامعية مصاريف الطلبة من اجل تكوينهم. يأتي هذا اللقاء ضمن ورقة طريق الحكومة الرامية إلى تحقيق إصلاح شامل في المنظومة الجامعية، بالإضافة إلى تأطير نخبة من الطلبة الرياضيين على المستوى الدولي والإقليمي. وفي سياق آخر، نظمت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالشراكة مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين يوما تخصيصيا لحث المرأة الماكثة بالبيت للالتحاق بمراكز التكوين والتعليم المهنية للقيام بدورات تكوينية لولوج عالم الشغل والمقاولاتية. أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو على ضرورة تعزيز وترقية صورة المرأة المقاولة وحاملة المشاريع عملا ببرنامج تنمية المرأة الريفية الذي أطلقه الرئيس عبد المجيد تبون عام 2021، فيما نوه وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي بالتزام قطاعه على توفير دورات تكوينية للمرأة الماكثة بالبيت. ميكروفون كريم مولود. ارتأينا أنه يكون فيه يوم إعلامي بالتنسيق مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين حول تحسيس
المرأة الماكثة في البيت وكذا المرأة الريفية على الانخراط في مسعى التكوين والالتحاق بمراكز ومؤسسات التكوين المهني. طبعا عشية الدخول الاجتماعي للتكوين المهني اللي مبرمج يوم 8 أكتوبر، وكذلك ارتأيناها وقفة أيضا من أجل عرض حصيلة البرنامج الوطني لدعم انخراط المرأة في الإنتاج الوطني، لا سيما المرأة الريفية والمرأة الماكثة في البيت، اللي كان هذا البرنامج انطلق منذ سنة 2021 بتعليمات سيادية للسيد رئيس الجمهورية. يعتبر قطاعنا طرفا فاعلا فيه، وذلك بالنظر إلى اعتماده في الاستراتيجية التكوينية على آليات تنظيمية لتمكين المرأة الماكثة في البيت من الالتحاق بمؤسسات التكوين المهني للحصول على التأهيلات اللازمة التي تسمح لها لاحقا بمزاولة نشاط مهني. هذا وأكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو على مساعي قطاعها على مرافقة المرأة للمساهمة في التنمية الاقتصادية، وهذا بالشراكة مع القطاعات المعنية. تقرير كريم مولود. في ظل مساعي الجزائر إلى تفعيل دور جميع أطياف المجتمع للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل مستدام، أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو على التزامها بمرافقة المرأة بشكل عام والمرأة الماكثة في البيت على الخصوص لإدخالها في الحركية الاقتصادية وتشجيعها المقاولاتية، وهذا بالشراكة مع جميع القطاعات وبتفعيل دور وكالة التنمية الاجتماعية لفائدة المرأة. هذا الشيء طبعا رح يساعدنا كإضافة نوعية في مرافقة هذه النساء وبالتالي تحقيق استقلاليتهم المالية والاقتصادية في إطار المسار التنموي. طبعا البرنامج القطاعي اللي انطلق منذ 2021 كانت فيه العديد من المجالات، ويرتكز على العديد من المحاور، راح يكون فيه تفصيل للمحاور وتذكير بالمحاور نتاعو، واهم هذه المحاور هي التحسيس، المرافقة، التكوين، الدعم والتأمين. وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة شددت على ضرورة قيام المرأة بدورات تكوينية في تخصصات متعددة من أجل ولوج عالم الشغل وإطلاق مؤسسات ناشئة عبر استفادتها من خدمات أجهزة الدعم وتنمية روح المقاولاتية، وتشجيعها على اكتساب وتنمية القدرات الذاتية وتعزيز المهارات التسييرية والإدارية لتعزيز حضورها اقتصاديا وتعزيز صورتها في المجتمع كعنصر فعال للمساهمة في التنمية الوطنية المستدامة. استحداث تخصصات جديدة اللي تكون سهلة على هذه المرأة الماكثة في البيت، وأيضا خاصة الفترة نتاع تكوين هذه المرأة اللي احنا نفضلوا أنه تكون الفترة قصيرة حتى تقدر تتوفق ما بين الحياة الأسرية والحياة الاجتماعية والاقتصادية نتاعها باش ندخلوها في المسار التنموي. المساهمة في رفع الناتج الداخلي الوطني واجب جميع أطياف المجتمع الجزائري لتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وفق نظرة السلطات الجزائرية والبرنامج المسطر من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. تواصل الجزائر مساعيها الحثيثة في طريق تعزيز جهازها الصحي وتدعيم طواقمه بالمهارات والتكنولوجيات المتقدمة، رغبة منها في مواكبة التقدم الحاصل عالميا في هذا القطاع. نور إسلام جليل والتفاصيل. هي اتفاقية وقعت بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء والمركز الاستشفائي الجامعي لمدينة بروكسل البلجيكية، أشرف عليها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب بالمركز العائلي ببن عكنون. خطوة تأتي في إطار سعي السلطات الجزائرية الرامية إلى تنويع مواقع استقبال المرضى وتحسين نوعية الرعاية الصحية للجزائريين داخل الوطن وخارجه أيضا، كما تهدف كذلك إلى الاستفادة من الخبرات الطبية المتقدمة التي وصلت إليها بلجيكا وتعزيز التعاون والتبادل الطبي بين البلدين. هذه الاتفاقية المبرمة ستمكن المختصين الجزائريين من اكتساب مهارات طبية متقدمة في عدة مجالات على غرار طب الأطفال، الطب النووي، طب الأورام الجراحية القلبية، وطب الأورام الشريانية والأوعية الدموية الدماغية، ما سيرفع حتما من كفاءة الأطباء المختصين في هذه المجالات قبل أن ينعكس إيجابا على الصحة العامة للمواطن الجزائري. جهود القطاع عبر السنوات
السنوات الأخيرة أسفرت عن تقليص عدد الحالات التي تتطلب تحويلاً للعلاج إلى الخارج إلى 6 أنواع فقط، ما يبرز مساعي الحكومة في تعزيز القدرات الوطنية للتكفل بها، الأمر الذي يتأتى من خلال مشاريع وبرامج التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة، لا سيما تلك التي حققت قفزات نوعية في تحصي الجزائر أزيد من 15 ألف حالة سرطان الثدي كل سنة، ومع حلول شهر أكتوبر تكثف الحملات التحسيسية لأهمية الكشف المبكر للسرطان، وذلك تفاديا لانتشاره ومحاولة الشفاء منه في مراحله الأولى. التقرير لأمين أوكالي. من أشد السرطانات انتشارا في العالم ألا وهو سرطان الثدي، والذي خصص له شهر أكتوبر لنشر الوعي وسط المواطنين، حيث تحصي الجزائر كل سنة أزيد من 15 ألف حالة سرطان الثدي. في الجزائر نحصي سنويا حوالي 60 ألف حالة سرطان، من بينها أكثر من 15 ألف حالة سرطان للثدي مع معدل السن حوالي 47 سنة. تخصيص شهر أكتوبر لنشر الوعي وسط الأفراد لمدى أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي سيرفع من نسبة الشفاء منه وسيخفف من الإصابة به خاصة في مراحله الأولى. عن طريق الكشف المبكر يتم الاكتشاف السرطانات في حالتها الأولى، وعندما يكون الاكتشاف في سرطانتها الحالة الأولى في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية تكون له فوائد عديدة. فوائد بالنسبة للمريض وهي نسبة الشفاء كما قلت اللي يكون أكثر من 99%. الشيء الثاني هو التكفل بالنسبة للدولة الجزائرية والحكومة الجزائرية أنه تكون أقل تكاليف، وكذلك الجمعيات، لأن عن طريق الجمعيات التحسيسية وعن طريق الإعلام يتم التقليص من السرطانات في المراحل الثالثة والرابعة. بالرغم من أن سرطان الثدي يعد من أكثر السرطانات انتشارا في العالم باعتبار أنه السادس في الوفيات، لتبقى الحملة التحسيسية خطوة مهمة لكشف السرطان في مراحله الأولى. عبر مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع خلال جلسة لمجلس الأمن عن تضامن الجزائر التام بين أو مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد قرار سلطات الاحتلال بوصفه شخصية غير مرغوب بها. التفاصيل في تقرير روان سارة رمضاني. في خطوة تعكس التزام الجزائر الدائم بحقوق الإنسان، أعرب مندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع خلال جلسة لمجلس الأمن عن تضامن الجزائر التام والكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إثر قرار سلطات الاحتلال الصهيوني وصفه شخصية غير مرغوب فيها في تل أبيب بسبب عدم إدانته بشكل صريح للهجوم الصاروخي الإيراني الذي جاء ردا على استفزاز حكومة الاحتلال الصهيوني المزعومة. في كلمته أشار بن جامع إلى أن عجز مجلس الأمن عن اتخاذ إجراءات فعالة كان له آثارا سلبية، مؤكدا أن الكيان الصهيوني ليس فوق القانون ويجب أن يخضع للمساءلة، كما أكد على أهمية إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وهو الأمر الذي يمثل الحل الواقعي للصراع المستمر. من جهته أكد أنطونيو غوتيريش في إحاطته بمجلس الأمن الدولي أن الأحداث الجارية توضح أنه حان الوقت للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتسليم المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، إضافة إلى وقف الأعمال العدائية في لبنان والعمل نحو التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 1559 و1701 وتمهيد الطريق للجهود الدبلوماسية من أجل السلام المستدام. دعم الجزائر لأنطونيو غوتيريش يأتي ليؤكد على ضرورة التصدي للتصعيد في الشرق الأوسط والعمل نحو إحلال السلام، كما أن الموقف الجزائري يبرز التزام الدولة بالقضايا الإنسانية ويعكس صوتا قويا في دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلنت جمعية الهاشمي قروابي الثقافية عن إقامة الدورة التاسعة للتظاهرة الفنية ومسابقة الجائزة الكبرى من 23 إلى 26 أكتوبر بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة. وجاء هذا الإعلان بعد تأجيل المسابقة منذ جويليا الماضي تضامنا مع الشعب الفلسطيني. لنتابع التقرير التالي. الورد يفتح ويدبان.
تتجلى ثقافة الأمم في فنونها وموسيقاها، وتعد الجزائر واحدة من البلدان الغنية بتراثها الفني الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من هويتها الوطنية. ومع اقتراب موعد الدورة 9 للتظاهرة الفنية ومسابقة الجائزة الكبرى التي تنظمها جمعية الهشمي قروابي الثقافية، تبرز أهمية هذه المناسبة كفرصة لإحياء الفنون الشعبية وإشاعة روح التضامن مع القضايا الإنسانية وبالأخص القضية الفلسطينية الحادث المقرر في الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر بقصر الثقافة مفتي زكريا، يمثل فرصة للشباب المبدع ليتألق ويظهر مواهبه في أغنية الشعب، مما يعزز التواصل الثقافي بين الأجيال. وأعلنت شهيرة قروابي رئيسة الجمعية أن الدورة تأتي بعد تأجيلها منذ جويليا الماضي تضامنا مع الشعب الفلسطيني، كما تأتي المسابقة في ذكرى 70 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر، وهو ما يزيد من دلالتها الرمزية. تجمع هذه المسابقة الوطنية 17 فنانا شابا يسعون للفوز بالجائزة الكبرى تحت شعار الجزائر زينة البلدان، مستلهما من الأغنية الشهيرة للراحل قروابي. وتشتمل الفعاليات على برنامج ثري يتضمن تكريم عدد من الرموز الفنية الجزائرية، مثل تكريم الفنانة الراحلة سلوى والفنان كمال مسعودي والشيخ الحسناوي، مما يعكس احترام الجمعية لتراثها الفني وللشخصيات التي أسهمت في تشكيله. الدورة 9 لمسابقة الهشمي قروابي ليست فقط احتفاء بالفن الشعبي الجزائري، بل هي دعوة حقيقية لإحياء التراث الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية، وتعكس التضامن الإنساني والتواصل الثقافي بين الأجيال. نهاية الموعد الإخباري، مشاهدين للتذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ينصب اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية. الجزائر تحصي 15,000 حالة سرطان الثدي سنوياً. جاء في النشرة أيضاً بن جامع يعرب عن تضامن الجزائر الكامل مع أنطونيو غوتيريش. تتابعونا بعد قليل النشرة الرياضية مع الزميل أيمن فريحة. إذن مشاهدينا، شكرا لكم على كرم الإصغاء. السلام عليكم.